عميلنا العزيز، لضمان مستوى الخدمة، نعلن سيادتكم بأنه قد يتم تسجيل المكالمات مع ممثل خدمة العملاء. Dear customer, to assure our service quality, kindly be informed that calls with customer services agents might be recorded. مغنيل مريم حبيب، مساء الخير. مساء النور، اهلا بحضرتك. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك. فندم استاذ هشام معايا؟ مع حضرتك. اي اهلا استاذ هشام، حضرتك استفسرت عن نفس الرقم ورقم تاني؟ لا نفس الرقم. اتفضل يا فندم. حضرتك انا كنت من شويه اتصلت وخدت رقم الحساب بتاعي. بس انا يعني انا بدات الشهر الجديد تقريبا من يوم 20، وانا كنت عايز اوقف الخط لاني هحول. فعاوز اشوف حساب اللي هو الايام اللي انا عديتها قد ايه عشان ادفعها كده. لحظة ما يفهم اعرف حضرتك معلومة. يعني دي قيمة الاستهلاك يا فندم بعد زر اخر فاتورة حضرتك توصل؟ انا لسه انا اتاخرت الفاتوره يومين تقريبا ودفعتها امبارح. فبس دي كانت بتاع الشهر القديم، والشهر تقريبا بيبدا من يوم 20، انا بدفع من يوم 20. فعايز اشوف الايام اللي انا قضيتها دي حسابها كام. هو اولا دي فيلم حاجه بيبقى حضرتك الفرع يفهم انا يعني في اجراءات التحويل نفسها دي حضرتك يعني بتدفعها، بس دي بتكون ظاهره حضرتك شرفنا في الفرع لان هي ما بتبقاش ظاهره عندنا. ممكن حضرتك تسمعها برضه على 210 مجانا، دي حالة 210 بتسمع حضرتك الاستخدام قيمة الاستخدام بعد صدر آخر فاتورة وقيمة آخر فاتورة وقيمة آخر ثلاث فواتير. طب معلش ممكن أراجع رقم الحساب تاني اللي هو مع حضرتك يا فندم؟ أقول تمام. 1.167 تمام 090 تمام 3990 تمام يا فندم، هو كده واضح عندي مظبوط. طب معلش هي بس رسالة أخيرة للأستاذ نجيب صبري. أنا مش عارف ممكن توصل له إزاي، بس يا ريت توصل له يعني. إنه الراجل ده ارتضى لنفسه إن هو يتكلم باسم الوحدة الوطنية ومسلمين ومسيحيين إيد واحدة وكده، فما ينفعش اللي هو بيعمله ده. يعني فضلا إن هو غلط عشان مصريين وكلنا إخوات وكده، فما ينفعش إن هو يستهزأ بالمسلمين. تاني حاجة، بغض النظر عن الوحدة الوطنية، بلاها وحدة وطنية يعني، يا ريت يخاف على فلوسه، لأن 10-20 مليون مشترك زي ما انتوا بتقولوا مستعدين يسيبوا الشركة حالا لو هو استمر في اللي هو بيعمله. شكرا جدا، تحت امرك يا فندم. في عند عليك اي استفسار اخر؟ متشكر. في فندم حضرتك شكرا جدا بتسألك، شكرا لتسألك مع بني. مع السلامة. مع السلامة. الو الو، مساء الخير. امتى النور؟ استاذ هشام معايا يا فندم. مع حضرتك. ايه مع حضرتك يا فندم؟ محمد خولي من شركه موبينيل. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم، ارجو ما اكونش بتكلم في وقت غير مناسب. لا لا تحت امرك، ربنا يخليك. وانا بس كنت بكلم حضرتك يا فندم بخصوص كان في اي استفسار او ملحوظه بخصوص الخط بتاع حضرتك يا فندم. ايوه تمام تمام فطبعا نحب دايما نعرف اراء العملاء بتوعنا يا فندم لو في اي حاجه يعني. لا هي الخدمه كويسه وكل حاجه، بس الفكره كلها في ان احنا يعني مختلفين شويه مع الاستاذ نجيب سويري. تمام. فكل اللي نقدر نعمله ان احنا نسيب الشركه. تمام. بس هو انا هقول لحضرتك على حاجه يا فندم، يعني هو بالنسبه للمستر نجيب هو يعني الشركه دي يا فندم زي ما حضرتك عارف دي شركه مساهمه، دي شركه ليها اسهم في البورصه. تمام. الشركه دي مملوكه بنسبه كبيره جدا باسهم لافراد في الشعب، يعني زيها زي اي شركه. تمام. فما يعتبرش هو الرئيس بتاع الشركه يعني، يعني هو حتى الرئيس بتاع الشركه مش مستر نجيب سويرس. اما يعني هو سايب الاداره بقاله فتره يا فندم، يعني هو يعني اراء الشركه فندم كشركه موبينيل. تمام. دي بتبقى الاراء الخاصه بيها على الصفحه الرسميه بتاعتها سواء كانت على الفيسبوك او التويتر، انما كهو اراءه دي ملهاش علاقه بالشركه تماما، لا من قريب ولا من بعيد يعني. ما انا عارف اكيد برضه موبينيل كشركه يعني او ككيان مش هتخش تعلق في الفيسبوك او في تويتر او 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 على حدث بيحصل. انا بتكلم في الاستاذ نجيب سويرس، انا عايز اعرف دلوقتي ايه علاقته بالشركه؟ ااا أه يا فندم ان هو شخص ليه بعض الاسهم في الشركه. ليه بعض الاسهم في الشركه؟
وبقيه الاسهم بتاع مين؟ يعني لو بقيه الاسهم موزعه يا فندم بنسبه بتبقى مملوكه اللي هو للاكتتاب العام، ان هو اي حد بيقدر ان هو بيقدر ان هو يعني بيبقى اي حد معاه سهم بيبقى شريك في الشركه. يعني لو حضرتك رحت اشتريت بعض الاسهم في الشركه تمام، يبقى انت حضرتك ليك جزء فيها. تمام، ما هو كل الشركات كده يعني. انا لو طيب تمام يعني لو تبعت نفس الاسلوب مع كل حد كده انا مش هعرف اخد اجراء قصاد اي حد. يعني دلوقتي لو حبيت اخد اجراء انا كشخص ضد الاستاذ نجيب ساويرس اعمل ايه؟ هشوف مصالحه فين واحاول بقدر الامكان ان انا ما اخليهوش يستفيد مني حاجه. يعني هقول لك على حاجه، لو حضرتك بتفكر ان هو انت حضرتك كده مثلا يعني دي اللي هو حضرتك دي المصالح بتاعت، بس هي دي تعتبر المصالح مش بتاعت، دي مصالح قطاع كبير جدا في المجتمع تمام، بيستفيد من العمل في هذه مثلا الشركه حتى غير العاملين، في عماله بتبقى مثلا زي الموزعين، زي يعني مش هكلم حضرتك مثلا على الموظفين اللي هم الرسميين اللي في الشركه تمام. يعني في اكثر مثلا من حوالي 12 13 شركه تمام قائمين مثلا على شركه الاتصالات دي تمام، فدي ما تعتبرش حاجه بتضر فرد، لا دي بتضر مثلا قطاع كبير جدا في المجتمع. ما انا اقول لحضرتك برضو، انا بكلمك كاخ بعيد عن ان حضرتك شغال في شركه موبينيل. انا لما اخد اجراء ضد شركه موبينيل انا وغيري 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 اكيد مش هنقعد من غير اتصالات، اكيد هنحول لشركه ثانيه. الشركه دي شغلها هيتوسع، هتحتاج موظفين اكتر، هتحتاج موظفين اكتر، بالتالي هتاخد الخبرات اللي موجوده في اي حته. والله يا فندم يعني هي طبعا هقول لحضرتك على حاجه، لو هو ده يعني كان اتجاه فكري بتاع حد او كده تمام، هو طبعا يعني سواء بغض النظر هل ده سليم او مش سليم تمام، فيعني ده تقدر حضرتك مثلا تخبو رسميا بحاجه زي كده تمام. انما انا اظن يعني ان هي كشركه كذلك كشركه موبينيل هي بعيده تماما عن حاجه زي كده. يعني لا انا بتكلم برضو موبينيل كاساس منصوبه في الاول في الاخر للاستاذ نجيب ساويرس، ومش موبينيل بس، انا اعرف وده اللي انا عارفه، هو تقريبا ما بيخبيش كده ان له شركه موبينيل وشركه الجونه والدي اس ال بتاع لينك واليوم السابع. شركه الجونه بتاعت اخويا مش بتاعت اخوك ايا كان، انا ماليش تعامل معاه، بس انا بتكلم في الحاجه اللي انا ممكن اقدر اعملها. انا دلوقتي راجل يعني ما ينفعش ادي الاستاذ نجيب ساويرس فلوسي. اي نعم هو مش هو الشركه بتاعته 100% اكيد في مساهمين، المساهمين دول لما يلاقوا ان اسهم الشركه قلت اكيد هيروح هيسيبوا الشركه، والشركه هتفضل في الاخر الاستاذ نجيب اللي ما يقدرش يستغنى عنها. بس لازم يعرف ان اللي هو عمله غلط وان اللي هو عمله ما يصحش. فانا لو ما حسستوش بكده، يعني هو بيتكلم بالوحده الوطنيه ومسلمين ومسيحيين وايد واحده، وده احنا حاسينه وعارفينه كويس، وحضرتك وانا وغيري وغيري عارفينه كويس، بس الاستاذ نجيب اللي بيتكلم بيه هو مش عارفه وهو مش حاسس. وان كان هو مش همه لوحده وطنيه ولا غيرها، خلاص يخاف على فلوس ما يستفزش مشاعر. فندم هي دي مش فلوس صدقني، يعني انا بس انا عايز اوصل لحضرتك ان فلوس يعني الشركه دي يا فندم هي مش مملوكه ليه يا فندم، يعني كشركه هي مش مملوكه ليه. يعني هو ده بس اللي انا عايز اوضحه بس لحضرتك، ممكن يكون بس مش واخد بالي يا فندم من النقطه دي. احنا كشركه تمام، احنا شركه كارائنا او الحاجات دي تمام، احنا مالناش دعوه باي حاجه فرديه تمام حد يقولها. يعني افرض يا فندم دلوقتي واحد شغال في شركه في شركه اكس تمام، ليه راي معين تمام، سواء احنا بنتفق او بنختلف مع الراي ده، فهل يبقى الحل ان احنا مثلا نقاطع الشركه دي مثلا؟ يبقى هل هو ده الاجراء اللي احنا شايفينه سليم؟ طب حضرتك كام عاوز توصل لي ان شركه موبينيل ما دخلش ما احنا مالناش دعوه تماما يا فندم، يعني ده راي فردي تمام، احنا مالناش علاقه بيه. ما فيش مشكله، انا متاكد ان حضرتك مش موافق تماما على اللي هو قاله، انا متاكد من كده، لان ده اي انسان طبيعي، سواء مش هقول بقى مش عايز اقول مسلم ومسيحي لان دي مالهاش علاقه بالاسلام ولا بالمسيحيه، دي لها علاقه باشخاص وفكر اشخاص. انا متاكد ان اي حد عاقل مش هيعمل اللي هو عمله ده. بس سؤال بسيط، هل شركه موبينيل ما بتدخلش فلوس في جيب الاستاذ نجيب ساويرس؟ وغيره ملايين. غيره ملايين بقى؟ غيره ملايين. غيره ملايين من الشعب، يعني من نفس الناس يعني. ما هو ملايين من الشعب، بس المليون دون لو احنا حطينا المليون كلهم مش هيجوا زي نصيب الاستاذ نجيب ساويرس، يعني الاستاذ نجيب ساويرس مش واحد من الملايين دي، هو فوق الملايين دي. هقول لحضرتك على حاجه، لو حضرتك هتفكر بنفس المبدا، لو حضرتك لو مثلا على سبيل المثال يعني لو هنقول مثلا ان هو الموضوع ده يا فندم
هيضره بنسبة 1%، فهو هيضر ناس كتيرة ابسط منه تمام بنسبة 99%. ما انا اقول لحضرتك على حاجة، الناس اللي اه دي يعني معلش هقول لحضرتك على حاجة، لما انا اكون ماسك فندم عندي 20 شركة وشركة منهم حصلت فيها مشكلة او قفلت تمام، غير لما يكون موظف شغال في شركة والشركة دي تقفل. بس انا هقول لحضرتك على حاجة دلوقتي انا يعني انا بس يا استاذ هشام بس انا عايز اوصل بس لحضرتك على حاجه، ان ده رايي ملهوش علاقه تماما بالشركه تمام. احنا كشركه انا متاكد ان احنا طبعا رافضين حاجه زي كده، احنا رافضين تماما حاجه زي كده تمام. فاحنا بس حبينا نوصل للعملاء ان احنا يعني الراي ده احنا طبعا مختلفين معاه تمام، ودي حاجه لا تموت لينا بصله تمام. ولو حاجه دي كانت بقت بعض العملاء فاحنا بنعتذر تمام عنها، ان دي طبعا حاجه هي يعني احنا بنعتذر على حاجه، بس هي طبعا هي مش صادره مننا يعني. انا متاكد ان شركه موبينيل كاساس اللي عاملين فيها ناس محترمه وناس كويسه، بس انا بتكلمش على شركه موبينيل كاشخاص، انا بتكلم على مؤسسه منسوبه او مملوكه لاحد الافراد، والفرد ده صدر منه حاجة تأذي مشاعري وتأذي مشاعر غيري، مش انا لوحدي، ده ملايين. واظن ان حتى اللي عاملين في شركة مبنيين نفسهم متفقين معانا ان اللي حصل ده غلط، وبالتالي لازم ناخد اجراء. يعني انا هقول لحضرتك على حاجة، الناس يعني دلوقتي في فزاعة عمالين يخوفوا الناس من فندم. انا بس عشان بس ما تتفرجش بس النقط كتيرة تمام، بعيدا عنها تمام. يعني يعني عشان بس تبقاش المكالمة مش في اتجاه تاني خالص. لا 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 انا بس يعني اللي عايز اوصله لحضرتك اقول لحضرتك على حاجة. انا يهمني في الاول وفي الاخر انا ما يعني ما مش من يعني مش من الناس اللي بتشجع ان احنا ناخد موقف من ناس على باطل. انا الكل اللي يهمني في الاخر في الاول وفي الاخر مش الشخص، انا يهمني في الاول وفي الاخر جودة الخدمة، الخدمة دي بتلبي رغباتي ولا لا، وفي الاول وفي الاخر الاحترام. انا لو ما لقيتش الحاجات دي متوفرة انا عندي يعني الحمد لله ان في الخيارات متاحة، يعني انا مش مجبر ان انا افضل مع حد لا بيحترمني ولا بيقدرني، وفي الاول وفي الاخر انا بنفعه، ما ينفعش يستنفع مني. اي نعم وانا مش لوحدي، بس اكيد غيري هياخد الاجراء ده نكاية في الاستاذ نجيب ساويرس، ومش هيفكر خالص في اللي حضرتك بتقول اللي هو الناس هتضر. اصل في الاول وفي الاخر الناس اللي حضرتك بتقول ان هم مساهمين يهمهم في الاول وفي الاخر مصلحتهم. يعني الناس اللي في البورصه دي ايه اللي خلاها تخش في شركه موبينيل؟ لانها لقت اسهمها كويسه وبيجيب ارباح كويسه. فلما تلاقي وهل يا فندم في بدايه الكلام بتقول لي ان هو حضرتك بتاخد جوده الخدمه تمام واحترام تمام. بالنسبه لجوده الخدمه فكلنا بنعمل جاهدين تمام علشان نوصل لحضرتك خدمه مرضيه لحضرتك تمام. بالنسبه للاحترام كامل الاحترام لكل العملاء يعني باختلاف صفاتهم او، وبالدليل ان احنا يعني كل العملاء اللي قدوا ان هم في مشكله فاحنا بنتصل بيهم واحد واحد وبنعتذر لهم وبنبلغهم ان دي حاجه مش صادره من يعني كفكر شركه او حاجه تمام، لا ده اتجاه كان فردي واحنا ذات نفسنا احنا متبرئين منه تماما. بس انا قلت ان انا عارف شعوركم كويس وعارف، لانه حتى هو نفسه اعتذر، فاكيد الناس التانية اللي مختلفه معاه اكيد مش موافقه على اللي هو بيعمله، هو نفسه اعتذر. بس اعتذاره ده لازم ان يكون له ثمن. انا قلت لحضرتك الناس اللي في البورصه دي في الاول وفي الاخر هي ما مصلحتها. لما تلاقي اسهم شركه موبينيل بقت في الارض بسبب الاستاذ نجيب ساويرس بيعمله، اكيد هيحولوا لحاجه ثانيه وكده. يعني هم يهمهم مصلحتهم في الاول وفي الاخر، فهيروحوا للشركه اللي هي اسهمها عاليه، وبالتالي اكون انا كده ما ضررتهمش في حاجه، لان انا ما خسرتهمش فلوس. هم هياخدوا فلوسهم ويحطوها في حته ثانيه، والحته الثانيه دي هتكسب وهتبقى كويس. عموما طبعا بقول لكم كل التقدير والاحترام لكل العاملين في شركه موبينيل، ومتاكد تماما ان هم مش موافقين على اللي حصل ده، ويا ريت تكون دي حاجه طارئه وما تستمرش. لان انا عارف ان اخواتنا وحبايبنا واصحابنا واهلنا شغالين في الشركه وبيستنفعوا منها، وما همناش خالص قبل كده ان يكون الاستاذ نجيب ساويرس هو الرئيس او يكون حد غيره. بس في الاول وفي الاخر احنا عاوزين اللي يحترمنا مش اكتر، بغض النظر عن هو مين، ديانته ايه، افكاره ايه،
لا يعني ادام الافكار دي يعني ما تسيش لحد ولا تنتقص من قدر حد ولا تستهزأ بحد، احنا معاه ولا بنبص لديانته ولا بنبص لانتماءاته ولا لاي حاجة. وشكرا أكيد طبعا، وكامل احترامنا وتقديرنا لحضرتك يا أستاذ هشام، وأنا سعدت جدا بمكالمة حضرتك. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا فندم، شكرا جدا لوقت حضرتك. نعم، مع السلامة يا فندم.